اهلا وسهلا حبيباتي، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ المهم دلعت العكسي العطله وخمس خيناش بها. الصيف كيدوز طاير والشتا كدوز طويله سورتو عندنا حنايا. المهم ان شاء الله بقات ليا ايام معدودات، وصلت لديك المرحله ديال جري جري جري، كنتقدى داكشي اللي باقي ناقصني، لومبالاج نجمع وداكشي كلشي عندي مرون، نص عندي هنايا في داري شي عند دار ماما. المهم باقا الروينه خاصني دابا يلاه نبدا نجمع ونقاد الحوايج وداكشي اللي عندي، ديال عندي بزاف داكشي اللي كيتهرس للاسف. عرفتي باش نوصلو كله مزيان خاصك ليه الوقت والخاطر باش يلا تأمبالي كل حاجه بوحدها. المهم انا كيما شفتوا انا دابا كاينه في داري، غادي ندوز جيت ليها يعني ان شاء الله دابا جيت مع وقت الغداء، نوجد واحد الغداء هكا على السريع غادي نشاركو معاكم، لان في العشيه خاصني نمشي نتقدى وخاصني نقضي شحال من حاجه وحاجه، والدخول مدرسي على الابواب. امدرا وجدتوا راسكم، الكونجي صافي سالا، المدرسه هي تبدا وغادي نرجعوا ثاني للروتين ديال الفيق الصباح بكري، وجدي شكرات الماكله وجدي شكرات الخدمه. المهم الله يعاوننا ان شاء الله وتكون بدايه او سنه موفقه ان شاء الله وناجحه على الجميع الوليدات ان شاء الله. المهم دابا اول حاجه غادي ندوز نبدا لكم معايا في هذا الفيديو ونشارك معكم ان شاء الله الغديبه اللي غادي نحضر هذا النهار ان شاء الله. نصايب واحد الطويجين اللي كيعجبني بزاف واللي هو من بين اسهل الطويجنات فيما كان محل في الغداء ولا في العشاء، اول حاجه كنديرها هو. المهم هنا خديت ثلاثه الحبات ديال المطيشه اللي كندوزو كنحكوهم هنا مع واحد الحبه كبيره ديال البصله اللي شلطتها هكا رقيقه، تقدروا تزيدوا حتى الفلفله، فلفله خضراء ولا حمراء ولا ملونين، وتقطعوهم حتى هما هكا مكعبات صغيره كيجيو زوينين في هذا لاصوص. هذه هنا عندي تقريبا جوج معالق كبار خليط ما بين القزبر والمعدنوس، وجوج فصوصه ديال الثومه اللي ان شاء الله غادي ندوز نحكهم. بالنسبه للعطريه هنايا عندي سكنجبير، تحميره، الملحه، البزار وشويه ديال الكمون. نفس هاد العطريه هذه هي اللي غادي نطيب بها الكفته، تقدروا ديروا حتى طرونشات ديال الدجاج عوض الكفته، ديروا طرونشات رقيقين الدجاج ولا لاداند ولا اللحم اللي عندكم. حتى هو نفس القضيه درت فيه حتى هو هكا شويه المعدنوس باش تجي البنه هنايا وفي لاصوص. نفس العطريه عاودتها هنايا عندي فصيص الثومه وهنا معلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس. صافي غادي نخلطها، من بعد اول حاجه غادي ندوز نرد لاصوص ديالي الطيب، نخليوها واحد 5 حتى 6 دقائق هكاك حتى تبدا تعقد، عاد كندوز نزيد عليها الكفته. ان شاء الله وجدت شي حويجات، بغيت نصايب واحد الشلاطه كتجي سلطه منعشه ساهله مهله وكلام انا كتجي لذيذه بزاف. دزت هنايا خديت واحد زلافه متوسطه عمرتها بالروز، شللته وسلقته حتى قربت تقرب يكمل السلق ديالو، زدت معاه واحد الحفينه صغيره ديال الزبيب، وما يبان لكم هذا هو الزبيب هنايا في جنيبات. صافي من بعد صفيته وزدت عليه واحد 3 حتى 4 معالقات كبار ديال المايز، هذا غادي ندوز نزيد معاه كيجي زوين بالزبيب والمايز. كنزيد معاه غير واحد طريقه خفيفه ديال السنيده، بحال واحد الرشه خفيفه كيجي جامع ما بين الحلاوه والملوحه. غادي نزيد معاه واحد المعلقه كبيره ديال المايونيز، شويه الملحه، شويه البزار، شويه ديال الزيت اللي كتبقى اختياريه، لان بعض المرات تقدروا تكتفيو غير بالمايونيز. صافي وغادي نخلطها. هنا كذلك دزت خديت جوج حبات ديال الخيزو او الجزر مع حبه كبيره ديال البطاطا، قطعتهم هكا مكعبات صغيره، زدت عليهم شويه الجلبانه وسلقت كلشي صفيته. وهنا غادي ندوز ناخذ هنا واحد الطريقه هكا صغيره ديال الحامض المصير او مصبر، غادي نقطعو حتى هو هكا طرونشات خفافين ونزيدهم معاهم. بالنسبه للعطريه غادي نزيد شويه الملحه، شويه البزار، شويه ديال الزيت، زيت العود، تقدروا تزيدوا حتى شويه الحامض، انا ما غاديش ندير الحامض لان غادي نعوضو بالحامض المصير. صافي وبالنسبه للتزيين او المرافقه ديال هاد السلطه غادي ندير هنايا البيض المسلوق، شويه الزيتون وشويه ديال الطون او علبه ديال الطون، تقدروا تزيدوا الخيار، مطيشه، مهم يعني كاين اقتراحات كثيره هكا السلطه اللي تكون خفيفه. ها هي لاصوص هنايا ديالي ها هي وجدات. صافي كما شفتوا ما كنزيدوش عليها الماء، الماء شويه الماء، ولا زدنا الماء في الطاجين دائما البنات كما كنقول لكم يكون مغلي باش ما كيشققش لكم الطاجين. الكفته ديالي ها هي كورتها، دابا غادي ندوز نديرها نزيدها من الفوق. صافي نقادوها ونسدو على الطويجين، نخليوه يطيب على المهل، ديما الطاجين على المهل. هنايا بالنسبه للشليضه ها نتوما صافي قديت الروز وداكشي كما قلت لكم بالعطريه ديالو. هنايا ها هي الشلاضه ديالي الاخرى، صافي حتى هي خلطتها، غادي ندوز ندورها على الجنيبات.
وهي هي الغديوه ديالنا. صبحت واجده غديوه فيت في غديوه اكسبريس. المهم هنايا الخبز، خبز الزرع غير شريته في المغرب، ما كنعجنش الحداقه كتنقص هنايا. صافي درت الطبيسيل ديال الدسير، كيعجبني هكا يكون مقطع منقي وكلشي، هكا كيكون ساهل. كنديرو بفريشطات باش اللي عجباتو شي حاجه كتكون ساهله. بعض المرات حتى الدسير كنعكزو عليه نقطعوه. صافي بالنسبه للشليضه ها نتوما كتجي الشلاضه زوينه وبنينه بزاف. بالنسبه كما شفتوا زينتها كتزين بسيط، وهداك الحك الطون هزيت شويه 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 درته هكا فوق الخضيره في الجناب. هنا الهريسه ضروري مع الطويجين، الكفته ديالنا صافي. وكتكون هذه هي غديوه اللي شفت غدينا. داز دغيا خطرت رجلي، حطيت وليداتي مع عمهم مع مولفينو هكا يخرجهم شويه، ومشيت انا وبنت لوسي مشيت للقيصريه هنايا، قيصريه ديال درب السلطان. مشيت خديت شي حويجات هكا ناقصيني من تما، ما كتعرفوا فيها العجب المعجب. واهم حاجه كانت ضروري خاصني ندوز ناخذها قبل ما نمشي، واللي هما تريكوات الطوال. هاد التريكوات هادو زوينين. المهم خديت ثلاثه اللوينات، خديت البيج والبلو مارين والنوار ديالهم، غادي نوريكم كيفاش دايرين. هادو كيجيو مع السبور، كيجيو مع المهم كيجيو كاجوال. المهم كيجيو هكا بالقب ديالهم، ماما هما كيجيو ملبوسين باينين حسن. نلبسهم لكم باش تشوفوهم كيفاش دايرين. المهم دزت خديت ثلاثه اللوينات فيهم. المهم كيجيو طوالين ها نتوما، كيجي تقريبا واصلين حتى لتحت. بحال كنتي مثلا لابسه شي حاجه قصيره ولا سيرفيت ولا هكا باغي غير تخرجي دغيا ترمي فوق منك شي حاجه، هادو زوينين. المهم خديت هاد ثلاثه اللوينات فيهم، وخديت خديت شي تخربيق هكا لوليداتي، داكشي الفيليلات وداكشي ضروري كنديه معايا هنايا من المغرب. العطريه ان شاء الله، وبحال داكشي العشوب وداكشي الزيوت هذوك ان شاء الله تمشي. دايره مع صاحبتي مريم وقيته ان شاء الله غادي نمشي ناخذهم من عندها. دابا غير رجعت اول حاجه قلت غادي ندوز نحيد بالي بالبيت. ها نتوما راه كشطوا. المهم حيدت لي زور، حيدت الغشاوات المخاد، حيدت الفوطات الكبار الصغار، كلشي درته وحطيته يتصب. المهم المخاد وداكشي كلشي ان شاء الله غادي نونبالي. عندي هاد المخدات الصغار اللي كنت وريتكم ديك المره، هادو ما غاديش نخليهم هنايا، ضروري غادي نديهم معايا لداري. دزت درتهم في بلاستيكات، وغادي جبت السكوتش باش غادي ندوز نسكوتشيهم مزيان باش نقلص لهم الحجم ديالهم. عندي هنايا المهم انتما باقيين عندي هنايا منهم، غادي ندوز كلهم نخرجهم، غادي نديهم معايا كلهم. جبت هنايا الصاك باش غادي نبدا نجمع فيه، لان عندي بزاف تاع التقشقش هنايا كنت واخده وكنت كنحطو هنايا عوض ما نحطو عند ماما، كنت كنحطو في داري باش ان شاء الله دابا غادي نبدا عمليه لومبالاج. هاد العشيه هادي دايزه مشارجه ومزروبه من حاجه لحاجه. دابا ان شاء الله هادي 6 ونص يلا غادي ندوز نوجد واحد الكوتي دغيا نوكل وليداتي وداكشي باش مره اخرى غنخليهم مع عمهم. هو عبد الخاطر ليهم صراحه، وهما مولفينو. وغادي ندوز انايا ان شاء الله، نمشي انا وبنت لوسي نمشي للمول هنايا اللي حدايا، نجيب ان شاء الله واحد السلعه بقاليه تقليديه. المهم اكيد غادي نشاركها معاكم. شي غرض في الدار، ودابا انا جيت للملتشفي دايره ان شاء الله مع فاطمه غنيه عن التعريف اللي سبق ليا وخديت من عندها شحال من حاجه تبارك الله عليها، سلعتها ما عندي ما نقول طوب طوب ان شاء الله. دابا باقيين شي حويجات باقيين غادي ندوز ناخذهم من عندها باش نكمل السيري. كما تعرفوا كنت خديت سيري فلارجونتي ديال ليناب ديال تيافر وداكشي، ودابا كنت وصيتها تكمل ليا تكمل ليا لونسون، فغدا عندها ان شاء الله باش ناخذ داكشي. كانوا سولوني ديك النهار فين جات بالضبط، راه جات في سونتر تاشفين. سونتر تاشفين راه معروف من لي مول بحال هو بتي مول ولا جديد هنايا، جات في الدوزيام ايطاج حدا رافينيتي. المهم كاينه هنايا واحد الدخله اصلا، ها نتوما كاينه واحد الدخله هنايا في الدروج، دخله اخرى ديال المول. الا طلعتوا على هاد الدخله هذه راه كتخرجوا عندها نيشان، الا طلعتوا من الدخله البرينسيبال راه كتطلعوا كتجيو حدا هاد رافينيتي هذا ديال المجوهرات، ها هي التعاونيه ديالها. انتما بمناسبه عاشوره استقبلاتنا الله يعطيها الخير،
الفاكهه المغربيه ما كاين ما احسن منها. تبارك الله عليها لقيتها مدخله موديلات الجديد داكشي عاوتاني تاع الفرع. تبارك الله فاطمه دائما مدخله الجديد والابداع في الصناعه التقليديه. المهم شوفوا هاد الطيفرات هادو، هادو عاوتاني استيلخور على هادوك اللي كانوا عندها دخلات هادو ديال العود، كيجيو بهاد الطيافر هادو ديالهم. المهم تعاوني نحلوهم غزالين حتى يعني الماتيريا باش مخدومين زوينين. هادو فاطمه اختي هادو شنو هادو؟ هادو نورمالمون كتكون هنا الشميعه، الشميعه وكيطلقوا الروفلي وتيديروا هذاك اللي دوك الزيوت فنين. هادو موديلات جداد وهذا راه كله بالبليكسي كلاس. لا لا غزال غزال. لا تبارك الله موديلات فنين. كاين هادو عاوتاني هادو كيجيو بحال دي سوفير كيجيو زوينين وكيكونوا حتى سوفونير اللي بغيتوا تعطيوهم. هادو هما اللي كيحمقوني انا، هادو كديروا فيهم العود سرغينه حتى اللي عندكم شي لي بيجو ولا عندكم شي مناسبه هكا شي خطوبه ولا شي حاجه ديروا فيهم. يعني كاين افكار بزاف ولو كيديروهم دابا حتى اللي مثلا كيكون شي اسبوع انا شفتهم ولو كيديروا فيهم سلو ولا لي دراجي. المهم كاين هاد الموديلات هادو، هذا عاوتاني الجديد هادو ديال لي بابي. كاين هذا حتى هو هذه المره، هذيك المره ما لقيتش عندك هاد الموديلات، هادشي كلشي جديد. هادو كلهم بلا ديكو بلازير ودايرينهم بالعود ماشي داك الام تي اف. لا لا زوين الماتيريال. كاين هادي عاوتاني بحال الكيك ستاند كديروا فيها هادي الكوكيز، ديروا فيها الحلوى، ديروا فيها الكيكه. هادي عاوتاني ديال كلينكس، دائما تبارك الله الابداع والجديد. هادي بحال اللي وريتكم قبيله غير هادي كبيره عليها، وهادي عاوتاني بحال العود غير هادي شويه مغلوقه ياك. هذا بالمارون فونسي. المارون فونسي. لا زوين تبارك الله. هادي بحال ديال ديال الكيكه. هذا عاوتاني موديل اخر. هذا عاوتاني غزال تبارك الله. هذا عاوتاني هذا بيكسي كلاس. هذا ما كيتهرسوش. هذا غزال، هذا ان شاء الله غادي ناخذ بحالو باش نكمل السيري اللي عندي. المهم هذيك النهار كنت صورتها لكم وبزاف البنات حماقوا على هاد الستيلات، وهاد المره رجعت لقيتها مدخله موديلات جداد بحال هادو. هادو مثلا كتقدروا ديروا فيهم مثلا حويجات، ديروا فيهم مثلا حتى كنتو شي كادو تواب مثلا غادي شي مناسبه عروسه ولا خطوبه. هذا كوفري كيديروا لي سيرفيات لي برودوي غزالين. كاين وكاين فيهم الاحجام، كاين هذا كاين العود ومغلفين بالجلد يعني ماشي مثلا خدموا في الطريزات. هادو عاوتاني غزالين الله يعطيكم الصحه تبارك الله عليكم. كاين خلاص هذوك الضيافر اللي كنت شاركت معكم هذيك النهار كيدخلوا فيهم اللوينات موديلات زوينين. كاين هادو عاوتاني هادو حتى هما كيجيو بالرجيلات ديالهم. كاين حتى حامل المصحف شفتي هذا عاوتاني شي حاجه اثمنه رمزيه يعني بحال هذا 50 درهم. كيف 50 درهم هادو البنات حامل المصحف ب 50 درهم نيت شحال وانا كنقلب عليه والله الا. كاين هادو، هادو كنت وريتهم لكم ديك المره غير هادو موديل اخر. موديل اخر ديما الجديد ديما الجديد ما عندي ما نقول. لا الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. فهمتي ومغلف حبسي ملي حتى من الداخل يعني حتى بغات الماكارون الشوكولا كيبقى باين. كيبقى باين وكيتمسح ماشي بحال هذاك اللي كيتقشروا. خدمنا هادو كذلك نشوف هاد لي بواط هادو غزال فنيين. عندك اللون الفيتي جو كزوينين تاعهم زوينين 70 درهم تاهما. الله يعطيك الصحه زوين. هادو بشحال دايرين فاطمه؟ هادوك 150 150 درهم. لا صراحه حتى الاثمنه والله الا بلايص اخرين يعني كتلقاي اثمنه تعاونيه. تعاوني كديروا اثمنه زوينه زوينين. شوفوا هاد لي بلاطو، هذا هذا عاوتاني في هاد الماغون فرونسي شحال واعر زوين. هاد البلاطو تاهما كاملين دابا بروموسيون 200 درهم 200 درهم. وهادو درنا كلشي كيف كلشي بحال الكبير مع ان هادو راه كانوا ب 300 وهادو اللي كانوا ب 200 دابا كلشي 200 درهم. شوفوا البنات هذا قداش راه كبير مباشره يعني راه كبير 200 درهم. كاين بحال هاد لي بواط اللي وريتكم قبيله هادو عاوتاني فيهم كيجيو فيهم سيري. لا زوينين حتى 100 150 200 سيري. وهادو الماغون ديالهم كاين هادو عاوتاني هاد لي بواط هادو. وبغيت نقول للبنات عجبهم بزاف لي نابسي ميلي كبير تيجي تيقول لي بغينا في بغينا بحال سيسار. راه براتيك راه ان شاء الله غتستعملي. لا لا ولا عرفتهم راه حتى ماما خدات بحال ماما كانت خدات في الدوغي وانا خديت في لارجونتي زعما زوينين والله الا الماتيريال ديالهم زوين ودغيا كيتمسحوا. ديالهم باقي 300 درهم واللي اكبر حجم هما اللي ب 400 درهم وهادو ستوندار 300 درهم. صافي شكرا. وهنا خلاص راه كنت قلت لكم انها كدير هكا لي باك ديال لي زور مطروزين مثلا بغيتو البينوارات كتقدروا ديرهم حتى بيرسوناليزي يعني الا بغيتو شي سميه معينه بغيتو تاخذوها كادو لا هكا الزياده ولا العرس ولا هذا راه كدير هكا كالستيل بيرسوناليزي. كاين عندها هاد لي ناب هادو مطروزين
الطرز الفاسي الطرز البلدي كتلقاي داكشي زوين تبارك الله الله يعطيها الصحه. البنوارات ديال الوليدات ديالك راه درت لهم سميات. دابا نشاركوا معاهم راه حتى انا خديت بنوارات لوليداتي بيرسوناليزي بسمياتهم ان شاء الله دابا نشاركوا معاكم. هذا الباك البنوار هادو 250 درهم كاين اللي تيقول لك ماشي في الاستطاعه ديالي فوطه غاليه درنا لهم فوطه رخيصه. هذه البنوار والفوطات والبونتوفل لو باك كامل 250 درهم. يلا هنشوفوا يصلح عروسه هديه عروسه كادو زوين يعني جميع المستويات نفيسه شي وحده يلا والده يفرح براسو والله الا غزالي نسلع داك الصحه. خلاص هادو المصحف حتى هما كنت وريتكم هذا الغلاف ديال المصحف حتى هو كيعمل 40 درهم والكبير ديالو 50 درهم. يلا ها انتم هذا 40 واللوراني 50. انتم البنات بزاف كيسولوني دائما على بحال هاد ليناب هادو ماشي ليناب هاد ديال لي بلاطو كاش بلاطو سريبتاتهم بهادي ديال البراد ها انتم كيجي في باك هاد راه فيه بزاف فيه 6 سرابط وهذه البراد وهذه كلهم رخيص تعملوا جافير ما يخافوش الا طب راه كلهم بالجرار الكبير يعني هاد الحرير ما تيخسرش والصم ما تيخسرش. لا لا زوينين الله يعطيك الصحه. كاين هذا الكري ديالو عاوتاني ها انتم ومبيل الجديد عند فاطمه واللي هما صلايات متروزين ها انتم والتيسو ديالهم عرفتي راه غلاض يعني مخدومين غلاضين زوينين. الكلاوات والمبرا بخوميي شوا والثمن 350 درهم ودايرين بالسفيفه حره. المهم ها انتم بالسفيفه وعاد كيجيو دايرين بهاد الطرزه. كاين هاد البوردو هذا زوين كاين الزيتي المهم الخضر الملكي والنوار المهم عندها فيها ملوينات كاين عندها البيستاش زعما صراحه هذه خلاص هذه عاوتاني غليظه النيت عامره النيت الله يعطيك الصحه. المهم ها انتم شوفوا تبارك الله هذا شومان دو لي كيجي طويل ولا شومان دو طاب كتقدروا تخدموا عليه على جوج جواي كيجي كله متروز. انا بعدا اللي كيحمقني فيه هو اللوينات تبارك الله غزالين وطويل كيجي كله متروز وكيجي معاه حتى هاد المخدات هادو دياوله ها انتم جوج مخدات صغيورين تقدري دابا هذا تقدري تخدمي بزاف الالوان تقدري ديري ليزر غير سامبل ولا تختاري لون من هادو وتخدمي بهاد اللوينات هادو تبارك الله غزال. عاد عندهم هذا عاوتاني يلا جبداتو لي الله يعطي الخير غزال هذا عاوتاني ديال اونصومبل ديال الناموسيه كيجي فيه ليزر كيجي فيه المخدات ديالو وما يتحلوا لينا مسكين واخا نبرسطوهم ها انتما كاينه هادي هتحل لي المخده. المهم بعدا راه ما كتبخلش عليا على المتتبعات ديالي مسكينه دائما كتجبد حتى واو هذه شنو هي هذه مخدات الوسط فن تبارك الله. المهم هذه راه البنات نقرب لكم راه مخدوم بالبوردو وبالدوغي هما كيجيو زوينين فن تبارك الله زعما جوج خديات هكا وجوج خديات هكا وعاود هاد لي باك هادو ديال الفوطات 3 بياس يعني كيجيو ثلاثه الكبيره والمويان والصغيره هادو شحال فاطمه 450 450 البرتغال الجراماج ديالها 500 لا بعد الفوطات انا قلتها لهم ديك النهار قلت لها عندك الكاليتي زوينه في الفوطه رائعه احسن لا زوينه غليظه. جيت للدار وقلت قبل ان شاء الله ما ندوز حتى هاد الشيء نزيدو على الباكاج ان شاء الله باش تاهو اونباليه ونجمعو قلت غادي ندوز بسرعه نشارك معكم شي حويجات اللي كنت كما قلت لكم بغيت نكمل بهم لونسومبل لارجونت اللي كنت خديت. المهم خديت هاد لي بواط هادو شوفوا هاد لي بواط كيفاش دايرين زوينين هادو هما اللي كنت وريتكم عندها في المحل خديت ثلاثه منهم هادو كيجيو زوينين دير فيهم فاكهه دير فيهم حليوات هكا غادي نحلهم لكم تشوفوهم كيفاش كيجيو من الداخل. المهم هكا وبزوينين هذاك ماتيريال داير انه كيقدر يتمسح. المهم ها نتوما خديت هادو ثلاثه في لارجونتي خديت هذا حتى هو هذا كنت بقيت لقيت عندها غير واحد كان عندها الذهبي وانا خاصني السير في لارجونتي كيجيو هكا برجيلات كيفاش داير الخدمه ديالو حتى هو الحلوه ولا كقريشلات رغايف صغيورين والماتيريال ديالو باش زوين حتى هو مخدوم ان شاء الله. المهم انا وصيتها تزيدني واحد من هذا باش يلا نكمل السيري وهادو هما اللي كنت عيطت ليها سبيسيالمون على قبلهم وصيتها عليهم واللي هما هاد لي سوبلا وهاد لي سوطات هادو هادو كنت فاش مشيت لمراكش لقيتهم ولكن لقيتهم انه الماتيريال باش مخدومين او العود رقيق بزاف يعني كيقدروا دغيا يتهرسوا فوصيت على هادو العود ديالهم صحيح ومخدومين غلاضين وفيهم هاد الرشمه هادي ديال الارابيسك كتجي زويونه. المهم ها نتوما كيفاش دايرين هادو كتقدري تحطي عليهم كويسات اتاي كويسات العصير ولا ديكوري بهم نيت يعني تقدري ديري لهم عده استعمالات تحطي فوق منهم طبيصلات صغيورين ولا شي حاجه وهذه هي الكبيره ديالهم هذه كتقدري ديري فيها برات اتاي ولا شي حاجه. المهم هادو ما كراش كون كانوا حتى هما 6 ولكن كانت هي وحده ماشي مشكل وخديت وحده هذه وسته من هادو هادو يعني الماتيريال اللي كتخدم به هي زوين على الاخرين اللي يعني دايعين في السوق. كاينه هذه اللي وريتكم حتى هي حامله المصحف هذه كانت خاصاني بزاف المهم هانتوما كيفاش دايره وباش زوينه انها ما كتبقاش هكا يعني كتجمعيها دابا ان شاء الله باش نديها معايا نخليها غير بحال هكا اونباليها
ديها معايا. كاين هاد الحكيكات هادو لي بواط هادو فنين، هادو كما قلت لكم تقدروا ديروا فيهم العود، ديروا فيهم تباخيره سرقينه، ديروا فيهم مثلا لي دغاجي ولا شي حاجه. المهم خديت هادو جوج صغيورين في مربعين، وخديت ثلاثه دايرين. شوفوا كيفاش دايرين، كيجيو هاد الشوشيات نحلهم لكم تشوفوهم كيتسدوا. هادو يجيو في الحطه كيجيو انيقين. وعاد خديت هاد الموديلات هادو، ها نتوما كيفاش دايرين هاد الموديلات. وهنايا ماما كانت كما شفتوا كانت خديت انا لاناب مطروز، وماما حتى هي كانت خدات واحد في الذهبي، فكانت وصلاتها على السرابط. المهم جابت لها هادو السرابط 12 كبارين، جاوا فيهم هذيك هاد الطرزه اللي نفسها، نفس الطرزه اللي ماما خدات في لاناب ديالها. لاناب عندها صراحه صدقوا زوينين. واهم حاجه اللي هذه تقريبا كنت وصيتها على اخر مره مشيت عندها، واللي هما بينوارات، سورتو تما بينوارات لولادي ما كنلقاش شي حاجه اللي زوينه، فكنت وصيتها على بينوارات بيرسوناليزي، دارت لي فيهم السميات. وهم انا حليتهم غادي نوريكم، ها هو البينوار ديال ولدي، ها نتوما طبعات لي فيه السميه ديالو، والفوطه ديالو غزاله ورطبه وغليظه، وهذه هذه ديال الفوطه الصغيره. المهم ها نتوما هذه الفوطه الصغيره، وهذا البينوار. انا مثلا ولدي يلاه عنده 4 سنين ونص، انا قلت له ديروا ليا شويه وافين، مثلا هذا قلت له دير ليا بجهد مثلا واحد سنين، ماشي باش كل عام نبدا ناخذ بينوار. وهذا ديال بنتي ها هو باقي مجموع، حتى هو ما تيبان لكم حتى هو مطبوع بالسميه ديالها. المهم هادشي اللي خديت هاد المره مع عند فاطمه. واهم حاجه هادو نسيتهم حتى هما زويونين، هادو مثلا فاش كتبغي ديري هكا شي كليسه ولا كتقليديه ولا في رمضان كتبغي ديري هكا شي تزيين ديال الدار في رمضان، فهادو كيجيو زويونين. من بعد ان شاء الله فاش نكون نجمع لي فاليز المرحله النهائيه غادي نحاول نشارككم معكم باش تستافدوا من الطريقه اللي كنتبع انا لداكشي ديال الفخار الزاج، هادشي اللي كيكون سونسيبل. وهادو هما المخاد اللي كنت قبيله جمعت معكم في العشيه، ها نتوما كيفاش درت ليهم شكل الحجم ديالهم كيفاش كيتقلص، يعني كتخرجي داك الهواء وكتزمتيهم. المهم تبارك الله دورو بحدهم شدوا لي الساك هكاك، علاش دابا تم بعد تنكون في الاخر نشوفوا الا بقى لي الوزن هو هذاك، ما بقاش لي الوزن غادي نحاول ندي معايا غير شي ثلاثه منهم ونخلي الباقي هنايا في الدار عندي. المهم وصل لنهايه الفيديو، نتمنى ان شاء الله تكون دوزتوا معايا عشيه خفيفه ظريفه، وخشدني شويه العيا، كان عندي بزاف المطارق كيدور في راسي، ومازال ان شاء الله خاصني نتقدى شي حويجات باقي ليا ضروري ندير الباروكه المغرب شحال سورتو داكشي اللي ما كنلقاش تما. واكيد غادي نحاول نصور لكم كما قلت لكم، نصور معاكم الطريقه كيفاش كنجمع لي فاليز وداكشي، ونتلاقاو ان شاء الله فيديوهات روتينه جديده. وبوسه كبيره لكم، سلامه.